راح نتكلم في هذا الدرس عن الشهر السادس بعد الولادة. يبدأ الطفل في الشهر السادس بعد الولادة بالحبو، كما أن قد يستطيع أن يجلس لوحده لفترة قصيرة من الزمن، وهو يستطيع أن يمسك الأشياء المتحركة بيديه في الشهر السادس. في كثير من الأسنان عند الأطفال أحيانا تبدأ الأسنان الطفل بالظهور، وفي المقابل فقد يتأخر نمو بعض الأسنان الباقية حتى السنة الأولى من حياة الطفل. وهذا الأمر لا يعتبر مشكلة في على الإطلاق أبدا، كما أنه يكون الطفل قادر بعد على الوقوف في هذه المرحلة في عمر 6 شهور. أما على الصعيد الاجتماعي فيستطيع الطفل تمييز الأصوات، فيميز صوت أمه ويميز صوت أبوه، وأيضا رائحة أبوه ورائحة أمه، ويفهم بعض الأشياء ويدرك بعض الأشياء ويركز على الأشياء المحببة له في هذه الفترة في الشهر السادس. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي. هذه أهم الأشياء البسيطة في الشهر السادس.